عشان خاطر يا ابو طالب بيه. كوريا دي بنت غلبانه ضيعت قبل كده سنه من عمرها في السجن في قضيه ملهاش لازمه، ولا يعني عشان طلعت جدع مع الست هايدي بنت سيادتك تقوم تترمي في الحج مع القطاعين الطرق والحرميه؟ ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك، دي بنت غلبان يا اسطى. شكري ما تخافش، كوريا ما عليهاش اي حاجه، انا هبعت لها محامي النهارده يطلعها. تلاقي الضابط بس كان بيضغط عليها شويه عشان تعترف بمكان هايدي، وبعدين هو ما قبضش على هايدي عندها عشان يثبت انها كانت تتستر عليه. ما خلاص بقى يا عم شكري، خلاص يا عم شكري، قال لك ما عليهاش حاجه يا عم شكري. يا باشا مهندس، دول مش مستنيين يثبتوا حاله، دي ناس يدها الطايله. انا كل اللي مضايقني دلوقتي كوريا بنت اختي، زمانها قاعده كيف الطفله صغيره مزعوره في وسط عتاويل الاجرام. بقى انتوا بتتكتلوا عليا روح خالتك منك ليها؟ بقول لكم ايه؟ اللي فيه راحه سجن القناطر تبقى تسال عليا هناك، تقول كوريا ابقاط وهم عرفوها كويس انا مين. واللي فيكم مش راحه اول ما تخرج من هنا وتدوس على اسفلت كده اهو تبقى تتشاهد ان ربنا نجاها من تحت ايدي. جاتكوا 60 نيل. كوريا عبد العاطي. نعم. تعال. ماشي. انا خارجه اتمم على الاسم ورجعلكوا تاني. لو لقيت واحده بس لفت وشها كده هو ولا قعدت هشقلبها، هخلي ايديها تحت كده ورجليها فوق. ماشي. جاتكوا القرف. بعتين لك محامي. اللي مع ربنا قلبه مرتاح يا باشا. لو عايز احبسك وارحلك على النيابه دلوقتي هحبسك، والنيابه بقى تبقى تتصرف في موضوع التستر ده، لكن انا هخرجك دلوقتي واعتبر اللي حصل ده قرصة ودن. لكن لو ما جيتليش من نفسك وقلتلي هايدي فين لمصلحتها ولمصلحتك، اقسم لك بالله لاكون قابض عليها ومرحلكم انتوا الاثنين في كلبش واحد. ونعم بالله يا باشا. شكرين. ألف شكر يا فندم. السلام عليكم. يا باشا أنا راقبت الحارة كلها واتقصت. هيدا أبو طالب عاملة نفسها راجعة من الخليج واسمها جمالات، وإنها بنت خالد بنت كوافيرة اسمها كوريا. وهيدا لما مؤاخذة كانت فاتحة يعني محل قمصان لوم وحاجات زي كده يا باشا، وعلاء بيه اللي كان بيحميها. بس هي يا باشا كانت مشيبة رجالة المنطقة كلهم، معلمين وسواقين تكاتك وجزارين، حتى شيخ الجامع كان عايز يتجوزها. ومين لسه على اتصال بيها؟ أكيد علاء بيه. عشان كده قبض على البنت كوريا وحبسها، خايف لا تطرطش بالكلام وحد يعرف مكان هايدي بعد ما هربها من المنطقه. طب اتكل انت على الله ارجع هناك وتبلغني اول ما اللي اسمها كوريا دي تخرج. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. ماشي علاء. ايوه دكتور نادر. بقول لحضرتك ايه؟ أنا مكسوفة منك جدا يا نوال، يعني أنت النهاردة ما نزلتيش الشغل بسببي وكمان عملت لك مشاكل وقلق كتير. يا أختي راحة، وأنا عملت الصح مع عزوز عشان أكهربه، وبعدين أنا حالفة أعمل لك الخد ده زاد والخد ده مية، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا. حرام عليكي، كوريا دي جدعة وطيبة وأنتي برضو شكلك جدعة وطيبة. يعني انا حاسه ان انتوا لولا المشاكل الصغيره اللي كانت ما بينكم بتاعه الشقه وابراهيم كان زمانكم بقيتوا اعز اصحاب. اصحاب مين يا ست؟ ده لو القط ولف على الفار انا وهي لمؤاخذه لا يمكن نولف على بعض ابدا. طب انا كنت عايزه اطلب منك يعني طلب صغير. يا اختي اموري. ينفع يعني استعمل موبايلك؟ لازم اكلم بابي. ياخدي اتفضلي يا اختي اتفضلي. ميرسي. بصي هو انا معايا موبايل بس ما ينفعش اتكلم من الخط اللي فيه، لازم اجيب خط جديد. يا اختي انزل اشتري لك، هو موال بس استخدمي ده يا اختي براحتك. ميرسي. بابي حبيبي يا بابي وحشتني جدا جدا جدا. اهلا يا هايدي. اهلا حبيبتي السيد وحشاني موت. انا نفسي اجي ابص عليك. بلاش زيارات يا بابي، يعني اصلا مش عايزه اضايق نوال. تضايقيني ده ايه؟ يا اختي ده بيتك ومطرحك، تجيبي فيه اللي انت عايزاه. متشكره ميرسي. يا بابي. نادر مخلي باله من كل حاجه وعامل شغل في القضيه، بس الواد الظابط ده اللي اسمه علاء طلع مش كويس. تصوري قبض على كوريا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ قبض على كوريا؟ بس طلعناها. بت غلبانه وجدعه قوي قوي قوي، ما جابتش سيره اي حاجه عنك. حبيبتي يا كوريا،
وحشاني قوي، نفسي اشوفها هي وسندس. طب بص يا بابي، انا عايزه دينا تجي لي هنا وتجيب لي معاها هدوم جديده وتجيب لي كمان ايباد بدل اللي اتحرق في المحل ده. حاضر. طب هو عامل ايه؟ هو مين؟ علاء. تاني علاء؟ قلبك ده كده على طول ماشي بيكي غلط، مش عارف اعمل ايه. ربنا بنتي بعيده عنك وما يوقعكيش في حد وحش تاني ابدا. تعال تعال يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابراهيم. ازيك يا حاج عرفه؟ الحمد لله. ده المعلم سلومه جارنا حاج عرفه، بسم الله ما شاء الله باني 20 عماره ومشارك على قدهم. يا اهلا وسهلا، هات كراسي يا ولد واعمل شاي. بسم الله ما شاء الله. انا بعز الراجل اللي في العقارات بالظبط زيه زي الراجل اللي ليه في الستات. خير يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله يا حاج. المعلم كان معاه 100,000 جنيه، كان عايز يخش معاك بيهم في العماره دي. يعني ياخد شقه بيهم ولا ايه؟ لا شقه ايه، هو كان عايز يخش في فلوس البونه والحاجات دي ويبقى يطلع له بمصلحه وقت بيع الشقه. 100,000 ايه اللي يخش بيهم دول؟ هو لعب عيال؟ انا اقل مبلغ بشارك بيه 500,000. صل على النبي بس يا حاج. الله، اعتبر ال 100,000 جنيه دول عربون محبه، وان شاء الله يبقى في شغل تاني والفلوس تزيد. احنا هنروح من بعض فين؟ يا ريت والله. لو عاوز شقه هات ال 100,000 اللي معاك وانا قصت لك الباقي. يعني ده اخر الكلام يا معلم؟ ده اخر كلام عندي. طب معلش بقى معلم سلومه، يعني خيرها في غيرها ان شاء الله، اصدر مفيش نصيب. يلا سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عارف هيما؟ لو العماره دي طلعت 11 دور هتتكلف بالارض بحوالي 1,200,000 وهيبيعهم ب 3,000,000، وانا لو خشيت ب 100,000 ان شاء الله هطلع ب 200,000 في كذا يوم. خلاص بقى خيرها بغيرها يا معلم، مالكش نصيب مالكش. اقرص عليه شويه يمكن يوافق، ساعتها هديلك الخمس بواكي اللي لازمينك. لا هو مش هيوافق، انا عارفه. لا مش هيوافق عشان خاطر بس. طب بص انا ايه، هحاول معاه كده ويعني هشوف ميته ايه وبقول لك، بس هو مش هيوافق انا عارف، بس انا هحاول معاه. الو. الو. ايوه مين معاي؟ ايه ده مش عارفه صوتي؟ لا اختي مش عارفه صوتك، مين معاي؟ طيب طيب بالراحه، انا جولي. جولي؟ خليت نوال جابت لي نمره جديده وقلت لازم اكلمك انت اول واحده. ده بامرتي ان شاء الله. انت من بيت اهلك؟ اه واكتر من اهلي. ايوه صح، بامرت مسكتيني ورحت قعدت عند عدوتي، هان عليك العيش والملح. دي نوال بتحبك قوي، دي حتى قالت لي ان لولا المشاكل الصغيره كان زمانكم بقيتوا اكتر من الاخوات. اندهالك تكلميها؟ يا اخي كلمها عذراء، انت في مقابله مستعجله. بقول لك ايه؟ اخلصي قولي عاوزه ايه؟ طيب خلاص سيبينا من سيره نوال. بابي قال لي ان علاء قبض عليكي وخرجك، ده حقيقي؟ انت عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ عايزه تطمني على سيده علاء بتاعك ولا عاوزه ايه؟ في ايه يا بنتي، انا عايزه اطمن عليكي. قولي لي عامله ايه في البيت والشغل وكده؟ ده يا اختي اطمني. البيت بيقع وقفلت المحل وقعد مرزوع زي قرد قطع بالظبط، ليكي شوف حاجه تاني؟ قفلتيه ليه؟ ما عادش جايب كهربته وخلاص، ما عادش عندي خلق انهد مع النسوان على الجنيه والاتنين، ويا ريتهم بييجوا. يلا ان شاء الله الامور تتحسن. طمنيني بقى على سندس، وحشاني قوي. سندس؟ سندس ربنا يتولاها بقى. قطع الاكل والشرب، اهره نفسها من العياط، وما بتنامش الا على فرشتك. يا ربي. طب انا نفسي اشوفها، دي وحشاني قوي. بصي انا هبعتلك العنوان في رساله، هاتيها وتعالي على هنا. انت اتهطلت يا بنت، سندس مين اجيبها عند نواه؟ انا عدي على بيت المقطوعه دي يا اخي، عدي عليها قطر البعيد. اسمعيني بس، نوال بتروح كل يوم الكباريه الساعه 7 وبترجع بالليل متاخر، انت هاتيها هنا وارجعي خديها قبل ما نوال ترجع، بس خلي بالك من المراقبه. بقول لك ايه يا اختي، انا مش الفلبينيه اللي جابها لك عمك شكري، ارحمي نفسك تامير. وبعدين تعالي هنا، انت اللي اخترتي تقعدي عند الواطيه دي، يبقى خلاص ما تجيش بقى دلوقتي تعملي لي فيها القلب الطيب وتقولي لي انت وحشاني واشوف سندس والجو ده. انا فاهم سلام. سيادتك دي صور المستندات اللي بتدل على ملكيه موكلتي كل الاصول الموضوعه تحت تصرف البنك كضمان للقرض. ما دي عندنا ولا فيهم ورق جديد؟ الحقيقه انا عايز اثبت بيهم ان البنك علشان يطلع القرض قام بتقييم الاصول بطريقه طبيعيه جدا وروتينيه، مفيش اي تدليس، مفيش أي اتفاق جنائي بين موكلتي وبين موظف البنك للاستيلاء على قيمة القرض. تمام،
سيادتك ده طلب بتشكيل لجنة من خبراء التسمين لإعادة تقييم الأصول بالقيمة الحقيقية بتاعتها، وعايزين نضم التقرير ده على تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالقيمة الحقيقية للقرض. الكلام ده طبعا سيادتك لتحديد القيمة الحقيقية المتنازع عليها بين موكلتي وبين البنك، ويكون التعامل بناء على الرقم ده مش بناء على 50 مليون دولار. بالراحة بالراحة. والله بالراحة هو. طيب ثواني ثواني، احنا خلصنا كده خلاص. يلا معلش يا حبيبي استحمل شوية بس. خلاصي يلا. ايه اهو خلصنا بس خلاص. يلا انا ما سألتش نفسي كان جواد انا ليه متمسك بك لغاية دلوقتي وانا مسافر خدتك معايا، ولو كنت سبتك ما كنتش اخسر اي حاجه. طب ليه؟ عشان فيكي ميزات كتيره قوي، ميزات الراجل الصاحب بس ست، وكل ميزات الزوجه بس من غير مسؤوليه، وتعرفي تبقي مديره اعمال شاطره قوي، تعملي اي حاجه في اي حاجه من غير ما تعترضي. يبقى راجل غبي اللي يسيب واحدة زيك. بس على فكرة في ميزة مهمة جدا انت نسيت تقولها. ايه؟ ان انا بحبك جدا، وبعدين انا بحبك اكتر من عادي واكتر من اي ست انت عرفتها قبل كده. انت بتحب نفسك وبتحب الفلوس اكتر من اي حد في الدنيا. دي حقيقة، مبصليش كده. وشخصيتك دي ما تعرفش تعيشها لما حد زي، اما موضوع بتحبيني ده فوسعت منك شويه. والله العظيم يا حبيبي انا بحبك بجد، وبعدين انت لو طلبت مني ان احنا نتجوز دلوقتي انا هسيب العالم ده كله عشانك وهعيش خدامه تحت رجليك. ما انت عايش، وكل ده حاصل من غير جواز ولا نيله. الله، ولا هو هم وخلاص. نعم. بقول لك الله يخليك، انا مش نافعني الشغل ده. شغل ايه يعني؟ ست نوال تيجي وتحضر كده وتغيب بمزاجها ان شاء الله. وانا مالي يا اخوي؟ هو انا كنت خلفتها ونسيتها ولا كنت خلفتها ونسيتها؟ وبعدين انت اللي غلطان. ايوه انت اللي غلطان، انا قدامك اهو. انت عارف انا لو طلعت على الفست بتاعك ده هو ودبت دبتين وهزيت هزتين والنبي اعمل لك زلزال خمسة ريختر محترم، بس نسيت اجيب بدله الرقص معايا. مساء الفل يا اداره. اهلا يا طاعون، ازاي؟ الا الست الناني او الراكسه الفيرجن بتاعتنا لسه ما جاتش؟ اشمعنى انا يا طاعون؟ انت ناسي يا مديري ان هي مكايبي، ولو في اي قلق او حزازيات هتبقى في وش. لا مفيش قلق ولا حاجه، ما تقلقش نفسك ولا في اي حزازيات. روح انت بس شوف شغلك وخليناك على الزبان كويس. جرى ايه يا واد يا طاعون؟ تعالى هنا. انت يا اخويا عمال تصطاد في العكاره ولا ايه بالظبط؟ تصدقي بقى ان انا اللي عينيا بتبكي عليكي بعكرة عشان خاطر الظلم ده يا ست ام سوكا؟ انت عارفه كويس ان تعتع قلبه يا روح كده كقطعنا. ده انت ساوي يا ولا. روح روح اكل. يسلم لي حلاوه لسانك. عن اذنك يا دكتور. اتفضل يا طارق، روح شوف شغلك. وانت يا اخويا انت راخ في ايه؟ انت كل يوم والتاني ملقح جثتك عليها، ما هي بترقص وبتهز وبتجيب لك فلوس زي الرز هنا وهنا وهنا وهنا. ايه من شهر طالع واكل نازل واكل من مجاميعه كده؟ يا باي عليك يا ستي، لا هناكل ولا هنشرب ولا من مجاميعه، خلاص بطلنا اللي عطلنا يا ام سوكا. بقول لك ايه، الله يخليك، عايزك انت وسوكا تكلموها لي، قولوا لها بقى تنزل الشغل الله يخليك من بكره عشان خاطري، خليها تنزل الشغل عشان نخلص. خلاص خلاص، ما احنا ما وراناش حاجه غير ان احنا نلم ورا النسوان. شكرا يا سلام، يا شباب السلام عليكم.
شكرا، ربنا يخليكم يا رجاله. ماشي يا حاج، اعرفها بكلمها. ماشي يا كبده، خد يا سوكه. عاوز ايه يا ابن عمي؟ بقول لك ايه، انت محتاج عربيه الكبده تاني؟ عربيه كبده ايه يا ابن عمي؟ ده مش كاري. بقول لك ايه، انت عارف انا كنت بكسب كام في الكبده؟ 10 جنيه كل يوم. اللهم صل على النبي. دلوقتي بكسب كل يوم كام؟ 500 جنيه من الاخر يا ابن عمي. انا امضي عيالي وربنا راضي عني. ومن الاخر كده يا ابن عمي، انت عارف انا من صغري وانا موهبه. قشطه يا فنان. وانا ده سوكه قايلك بالاول انها هتلعب. انا اصل كنت مزنوق في قرشين كده، فقلت ابيع العربيه عشان افك زنقتي. تمرني يا صاحبي من جنيه ل1000. لا يعني امر لله يا سوكه. خلي 1000 ايه ده، انا محتاج فلوس كتير قوي. اصل انا مسافر سفريه كده. بس اوعى تجيب سيره الحرب. ها اوعى. يا السفريه دي بقى محتاجه حوارات واساتك وكلام من ده. بقول لك ايه، يعني هتسافر وتسيب بطن البقره؟ جد انا مسافر سفريه هترجعني اشتري بطن البقره باللي فيها.